والله اسمع انا مش نقولها ان شاء الله ما يتغشوش عليا، اما معناتها قدمني اقتراح ووافق سيد رئيس الجمهوريه ومش تكون فما جوله افريقيه في سبتمبر اكتوبر القادم بقياده ورئاسه رئيس الجمهوريه. بون انا ما عنديش حق راني نقول مبدئيا نجم نعرفوا البلدان اللي مستشملها من الجوله هذه سيانيس ما نجمش نقول هو الجمهورية. سبق انت عطيتنا سكوب الصحافي ديما طماع راهو في سكوبات. اسمع انا هاني قلت لك يبدو لي احنا اقترحنا فما موافقه مبدئيه خلينا نقول لجولة افريقيه الجمهوريه قاعده برئاسه وفد راس قيس سعيد تخدم على على وهذا اللي طلبنا فيه. تذكر انا وقت اللي عملنا الدوره الثالثه للمنتدى الفيتا هذايا وقت جاوا بعض الوزراء وجاوا معناتها بعض رؤساء البنوك الكبرى مشينا قبلنا رئيس الجمهوريه واقترحنا عليه وقتها ظروف ممكن ما سمحتش الان ممكن هذايا معناتها ممكن على كل حال نخلي للرئاسه الجمهوريه هي تعلن اما يبدو فما موافقه مبدئيه في هذا الاطار.